باروده نشاط. السلام عليكم. ما اصيب رفيقي انا الله يعافيك يا رب. بس تشرح لنا شو عم تساوي هلا؟ تكرم عينك، بس مقاتل خذ المجموعه وتابعوا عمل التدريب. تفضل. الله يعطيك العافيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. نحن عم نقوم بتدريبات يوميه لصالح كتيبه احرار سوريا. بيصرنا نحن كل دفعه كل فتره مجموعه من المقاتلين الجدد اللي هن مدنيين متطوعين او عسكريين منشقين عن النظام حديثا. مثل ما لك شايف نحن عم نقوم بتدريبات يوميه استعدادا لتحرير مدينه دمشق. نحن حاليا على مشارف دخول مدينه دمشق بغوطه دمشق وريفها، وان شاء الله النصر قريب باذن الله بجهودنا وبجهود كل المقاتلين بالجيش العربي السوري الحر ان شاء الله. شو بتوجه رساله لبشار الاسد؟ بوجه رساله لبشار الاسد، مثل ما انك شايف نحن بابسط الاسلحه الموجوده معنا وبابسط العناصر المدنيه المتطوعين الجدد رح ندخل على قصرك وجايينك على بيتك. لا ترحل، نحن جايين لعندك ان شاء الله. يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب.